سيادة اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية عنده طبعاً 3 أيام دول من أصعب ال3 أيام اللي بيمروا عليه كل سنة. ليه بقى؟ لأنه ده العيد، ودي الشغلانة بتاعت الوزارة إنها تستعد في ال27 محافظة في كل القطاعات التنفيذية اللي فيها، في كل قطاعات الخدمات اللي في المحافظات، علشان يقدروا ينظموا المحافظات استعدادا للعيد وأيضا في الأيام المباركة. فرق بقى الطوارئ تبقى جاهزة علشان لو حصل أي عطل في المرافق، أي خدمات تبقى الناس جاهزة وشغالة، التواجد الميداني المستمر، المتابعة المستمرة. كذا الحال بالمناسبة هتلاقوها فين؟ في وزارة الداخلية. هتلاقوا بقى زملائنا أصدقائنا إخواتنا في الداخلية برضو واقفين على أهبة الاستعداد للدرجة القصوى. هتلاقي العربيات بتاعة الداخلية موجودة، وهتلاقي الضباط، وهتلاقي الأمناء، وهتلاقي الإخواننا ولادنا المجندين. ما بقوش إخواتنا بقى، خلاص ما أنا عجزت. فعلا ولادنا المجندين وما إلى ذلك، كل الناس دي بتبقى قاعدة في العيد، ما بتأجزش علشان خاطرنا. في وزارة التنمية المحلية هتلاقي بقى الاستعدادات عشان خاطر الصلاة بتاعة العيد، وعلشان زي بقولك الخدمات، وعلشان الطوارئ، وعلشان خاطر حضرتك. فخليني أعرف كده المزيد من التفاصيل مع دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية. ازي حضرتك يا دكتور، وكل سنة وانت طيب. اهلا وسهلا صديقي العزيز استاذ يوسف، كل سنة وحضرتك إيه؟ طيب، واهلنا في مصر كلها وفي العالم العربي الاسلامي طيبين. اللهم امين يا رب العالمين. وهبدا الاول بكام الله في العون. يعني خليني اقول لحضرتك، حضرتك بتقول 3 أيام العيد، لا احنا قبل العيد ب3 أيام بالفعل شغالين، علشان طبعا ساحات الصلاة، ويعني زي ما حضرتك بتشوف الشوارع دلوقتي ساحات الصلاه بتتجهز، وبالطبع دهان البنادورات والتراكس اللي محطوطه والبنرات وكده والتجهيزات كله والفراشه. وكل سنه وحضراتكم جميعا طيبين. يعني ده شق. الشق الثاني المهم جدا طبعا حملات النظافه حوالين المساجد طبعا، والجزء المتعلق كمان بالاناره. وكذلك الامر معالي الوزير اكد طبعا في ضوء توجيهات القياده السياسيه وتكليفات دوله رئيس مجلس الوزراء العمل على التواجد الميداني والمتابعه المستمره زي ما حضرتك تفضلت طوال فتره ايام العيد. شدد برضه معالي الوزير على ضروره التعاون بين الوحدات المحليه وكذلك المديريات والوزارات المعنيه والخدميه بالمحافظات، وده كمان اضافه الى هذا وزاره التجهيز وفتح الحدائق والاماكن العامه امام الجمهور، وطبعا رفع كفاءه وتطوير الميادين. وده كان على مدار الايام السابقه لزور المحافظات بالشكل الحضري اللي يليق بيها خدمه لاهلنا في المحافظات المصريه. هذا الشق. الشق الثاني المهم جدا انه كمحور ثاني هو قيام مديريات التموين بحملات يوميه على المحل والاسواق، وده لضبطها ومراقبتها والتاكد من صلاحيه الاطعمه اللي حضرتك ذكرتها في كلامك، بما طبعا يتناسب مع صحه وسلامه اهلنا في المحافظات المصريه، والتاكيد على ان المعارض سواء ثابته او متحركه مستمره للسلع الاساسيه والاستراتيجيه موجوده ومستمره لغايه يعني معانا في العيد ان شاء الله. وبالاخص كمان المعارض اللي بيتعرض فيها الملابس ومستلزمات العيد كل سنه وحضرتك طيب. طبعا فيما يتعلق برضو بالجزئيه الهامه جدا اللي بتوليها الدوله لمنع او موجه دائره البناء العشوائي على الاراضي الزراعيه والتعدي على اراضي الدوله بالبناء بدون ترخيص. طبعا في ترخيص بين الوحدات المحليه والاجهزه الخاصه بالمتغيرات المكانيه لرصد اي متغير يعني غير مصرح به، وده للتعاون معاه بكل الحزم والحسم لطبعا اتخاذ الاجراءات القانونيه وازاله اي مخالفات في المهد الخاصه بيها. ده شق. الشق الرابع وهو طبعا تاكيد على الساده المحافظين بالتنبيه على مسؤولي الصحه برفع كفاءه حاله الطوارئ طبعا داخل مستشفيات والوحدات الصحيه لاستقبال كل الحالات المرضيه. كنت لسه هقول لك يا دكتور، انتوا طبعا بتنسقوا مع الداخليه والصحه والتموين وايه تاني؟ ومياه الشرب ومياه الشرب ووزاره الزراعه علشان المنتزهات والحدائق. طبعا بالظبط كده يا فندم، وطبعا كما تعلم حضرتك المتنزهات والحدائق بتبقى تابعه طبعا للهيئه العامه طبعا في القاهره او في الجيزه او في المحافظات بتتبعنا، وبالتالي
بنأكد على انها تكون يعني جاهزه لاستقبال الزوار. ده شق المحور الرابع المهم جدا، المواقف العامه سواء على مستوى سيارات الترخيص ونقل الركاب داخل أيوة. المحافظات او بين المحافظات، في متابعه والتاكيد على يعني ان التعريفه المستقره عليها تكون هي المستخدمه، وكذلك الامر التنسيق زي ما حضرتك تفضلت مع الداخليه لطبعا منع الازدحام والتكدس والاختناقات المروريه. صحيح. وطبعا تاكيد المحور الخامس هو تفعيل دور غرفه العمليات واداره الازمات في وزاره التنميه المحليه، وربطها مع غرف الازمات والعمليات في المحافظات المصريه مع الغرفه المركزيه في رئاسه مجلس الوزراء لتلقي اي شكاوى اول باول، وبالتالي حلها وتيسير والتسهيل على زملائنا في المحافظات المصريه على مدار ال 24 ساعه. وطبعا احنا في خطوط ساخنه في كل محافظه من المحافظات على بوابات المحافظات الالكترونيه، لكن كمان احنا عندنا مبادره صوتك مسموع بتتلقى الشكاوى وبنتواصل مباشره مع زملائنا في المحافظات. كما تعلم ان حضرتك صوتك مسموع رقم الواتساب بتاعها ايوه 0200 كم معلش تاني يا فندم؟ 0200 تمام 353 3 وحايد نرجو ان احنا زملائنا يكتبوها. ايوه والخط الساخن 15330 الخط الساخن، وصفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع. صوتك مسموع، عظيم جدا. ده كده بقى للتواصل بخصوص اي شيء متعلق بحضراتكم وتحلوه على طول باذن الله يعني. ان شاء الله. اذا هي وزاره لم تنام بقى لها يجي 3 ايام ولن تنام لثلاث ايام قادمين كمان. شدوا يعني حيلكم. كلنا في خدمه اهلنا يا فندم في محافظات مصر. ربنا يخليك يا دكتور وكل سنه حضرتك طيب، وكل سنه وحضراتكم جميعا طيبين، كل فريق عمل الوزاره كل الشكر. دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزاره التنميه المحليه.